حدش يتحرك من مكانه. فش الورشه. خير يا حاج الظابط؟ في حاجه؟ في بلاغ بيقول ان عندك فرد كاوتش مسروقه. فين هتروح يا فندم؟ خدوه. مظبوط. وكتاب الله مظبوط. اطلع. انا ما شفتش الكاوتش ده ولا اعرف عنه حاجه. اطلع. مظبوط والله. والله العظيم مظبوط. لا حول ولا قوة إلا بالله. مظلوم والله العظيم مظلوم يا سعادة البيه. بس يا راجل انت نادي على الشاهد الأول. إبراهيم عن العربي. أيوة يا فندم. اسمك إيه بالكامل؟ إبراهيم عن العربي. شغل إيه؟ أنا بشتغل في ورشة الحاج عبدون. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. أنت تعرف إن المتهم عبدون سيد عبدون بيتاجر في الكاوتش المسروق؟ يا سعادة البيه الحاج دي راجل سكرة. ده طول عمره مغرقني في خيره. ده هو اللي رباني وخلاني بني آدم وخلاني خش في الموضوع وجاوب على قد السؤال. بصراحة ربنا بيه هو الحاج معذور برضه. اصل الشغل قل اليومين دول وبعدين الفلوس شحت في ايده ولا مؤاخذه يعني الشيطان شاطر. يعني ايه الشيطان شاطر؟ يعني يا بيه المصاريف تقلت عليه وملقاش اللي يساعده فمشي في طريق الحرام. ما تصدقوش يا سعاده البيه ده كذاب. قلت لك ما تتكلمش. كمل يا ابراهيم. هكمل اقول ايه بس يا سعاده البيه؟ ده انا ياما نصحته قلت له بلاش يا حاج ربنا يغنيها بالحلال. خش في الموضوع. المتهم كان بيتاجر في الكاوتش المسروق ولا لا؟ ايوه يا سعاده البيه. يا كذاب يا ناكر الجميل. روح ربنا هيوريني فيك يوم. عندك حاجه تانيه تقولها يا ابراهيم؟ انا يا سعاده البيه قلت كل اللي يريح ضميري. طب يا ابراهيم نادي على الشاهد التاني. مرزوق عبد الله ابو طعيه. عملتها يا ندل. هتروح مننا فين؟ We'll be right back.
مساء الخير يا معلم. عفاني معليك يا عرفت تسبك الموضوع على اجدحها الصايع. لا وايه؟ خبيت لك البضاعة جوه المحل وبقى صاحبك رايح جاي عليها وهو تايه عنها. يا خسارة، كان راجل طيب. لكن اعمل ايه انا بقى؟ هو انا اصلي زي الفريق، ما احبش يكون لي في السوق شريك. انما هم حكموا عليه بقد ايه يا معلم خليل؟ اترقع سنتين، فلازم اروح له وازوره واقوم بالواجب. انما ايه رايك في محسوبك يا معلم؟ تصدق بالله انت اوسخ نادل شافته علي. من بعض ما عندكم يا معلم. انما انت مش هتقلق بالمعلوم بقى ولا ايه؟ انا عندي كلمتي يا باكو بحاله. انا سحبته من البنك مخصوص علشانك النهارده. اول مره في حياتي امسك 1000 جنيه. تشكر يا معلم. انما اني امتى هستلم الشغل عندك؟ لحد كده يا حبيبي اربط الفرامل. مش فاهم يعني بصريح العباره كده. انت ما تلزمنيش. يعني ايه هتخلى بيا؟ ده انا عملت الملعوب ده عشان ما شغلك يزيد وصيتك يعلى. لا يا اخويا، انا ما احبش الخاينين. اللي يخون معلمه الاولاني يخون معلمه التاني والتالت والرابع وهلم مجره. دي اخرتها برضه يا معلم، تسوق بيها وبعدين ترميني في نص الطريق. دي البلد كلها ما فيهاش غير ورشتين، واحده اتشمعت على ايدي والتانيه بتاعتك. خدها مني نصيحه يا ابني وانفد بجلدك. اهل الحاج عبدون لو طلوك هيقطعوك حته حته ويرموك لكلاب السكه. انفد بجلدك اروح فين بس؟ ده انا ماليش غير البلد دي. سافر، روح على مصر. انت يا ابني اللي زيك جايز يقب ويطقطق هناك ويبقى من اصحاب الارانب اللي احنا بنسمع عنهم. ارانب ايه يا معلم اللي بتتكلم عنه؟ الملايين يا الملايين. قد ما يحبش الملايين ولا انت غاوي فقر؟ يلا يا اخويا زق عجلك من هنا لحد يشوفك معايا تشبهني. يلا كده ما كانش العشاء يا معلم. يا الناس جرى لها ايه بس؟ روح يا ابني روح. اله ينجح مقصدك وتبقى من زباين المدعي الاشتراكي. اه الحلال لازم يرجع لاصحابه. ما عاد ليش قعد في البلد دي. اهل الحاج عبدون هيشربوا من دمي. ما انت اللي بديت
وعضيت ايد الراجل اللي كنا عايشين من خيره. أنا عضيتها عشان الفقر ما يعضناش. ليه يا ابراهيم تخلي الشيطان يلعب بيك؟ ليه يا اخويا؟ شيطان ايه؟ ومال الشيطان ومال الفقر اللي كاتم علينا؟ ايه ايه؟ وهو الحاج عبدون كان مخلينا عايزين حاجه؟ ده غير اللي بتلهفه من وراه وتضيعه على الزفت دي اللي خرب لك مخك وتستخسر تجيب علبة لبن البيت دي الغلبانه؟ طب ما ترضعيها من صدرك يا امي يا حنينه. من ايه؟ هو انا عارفيه؟ ما خلصت عليا خلاص. ايوه سمعيني الموال بتاعك. ما انت وش فقر من يوم ما اتجوزتك. لا وعامله لي فيها السفيره عزيزه، مش عايزه تيجي على نفسك وتشتغلي. اشتغل؟ ايوه ايوه، والبيت دي مين اللي يقعد بيه؟ اديني هستريح من وشكم ومن فقركم. انت بتعمل ايه يا ابراهيم؟ بتلم حاجتك راح تدفش؟ وانا والبيت نعيش انت من غير عيشه ايه وليها مجنونه اللي بتتكلمي عليها؟ هي دي عيشه؟ دي عيشه فقر؟ حلي عن سماء سعادة. احل؟ لا يا ابراهيم ما انتش حالك من هنا. قلت لك غوري من وشك. هيني؟ طب اهو هولع في روحي وهوديك في داهيه يا ابراهيم. هولع في روحي وهوديك في داهيه يا ابراهيم. عايزه تولعي في روحك؟ حاضر. وادي الولعه اهي. اطفيه اطفيه. يا لهوي بتولع فيه يا ابراهيم؟ بتولع فيه ايه؟ الهي لا يكذبك، الهي لا يكذبك يا بعيد. بتولع فيه انا والبنت يا ابراهيم. يا لهوي يا لهوي. اسكندريه قطار لسه كتير يا اسطى. وبعدين بقى في العطله دي الصبر يا جماعه غصب عني. اديني بطلعها اهو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هي العربيه فيها ايه يا معاذ؟ انا عارف كانت شغاله زي الحلاوه. طيب بعد اذنك ممكن ابص بصه؟ انت ليك في العجل؟ بيقولوا كده. اتكل انت بس على الله خش ودور. اتفضل. استنى ثانية. دور كده. بس 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 استنى. دور تاني وادوس بالراحة صرنصير. بس الحمد لله. زي الفل. متشكرين قوي يا اسطى. العفو يا سيدي. هو كان فيها ايه؟ لا ابدا المساله بسيط بس انت بقى غير الشربون بتاع المرش. ماشي. لا لا اعوذ بالله استغفر الله. لا حاجه بسيطه على بالي. لا يابا انت هتركبنا ذنوب. هو انا طالب منك خدمه. انت تامر يا بيت تتلف في حرير. اصل اخوك غريب مش من البلد دي ولو لقيت لي شغلانه اكل منها عيش يبقى كتر الف خيرك كده. طب اركب. على فين؟ بقول لك اركب. ربنا يكرمك. عم جابر ازيك يا فوزية؟ ان شاء الله تسلم. ايه مفيش اخبار عن ابراهيم؟ يا اخويا الراجل خد في وشي وقال عدولي. طب وهتعملي ايه يا بنتي؟ قلبي عندك. العمل عمل ربنا، لا انا عارفه لا اروح ولا اجي. واهلك دول هيفضلوا سايبينك كده؟ طب ما تروحي لولاد خالتك يشوفوا لك صرفه. رحت يا اخويا رحت، شافوني من هنا وتلبشوا زي ما اكون رايحه اشحت منهم. لا حول ولا قوه الا بالله. امال اللي مالهمش قرايب يعملوا ايه؟ زي اللي ليهم. طب خدي دول يا بنتي لغايه ما ربنا يفرجها عليك. حط فلوسك في جيبك يا عم جابر، مستوره والحمد لله. انت بتعملي كده ليه يا بنتي؟ ده احنا جيران واكتر من الاهل. طب تقدري تقولي لي هتعيشي انت والبنت دي منين؟ ما فيش حد بيبات من غير عشي. على العموم ما تحمليش هم، انا كل ما تجيلي توصيله مصر انا اللي هطقص لك على جوزك وانا اللي هجيبه لك ان شاء الله. هات مفتاح 22 يلا. اتفضل يا اسطى. ولم العده. حاضر. الغدا يا ابراهيم. يا ابراهيم. ايوه يا اسطى. تعالى يا اخويا اشوف حسني عاملان ده غدا ايه النهارده. الله الله الله. ملوخيه بالارانب يا عم. يا وعدي يا وعدي اموت في اللحم الابيض. من يد ما انعدمهاش يا ست حسنيه. بس ليك تعجبك يا استاذ ابراهيم؟ الا تعجبني. طب داني ما بتهنليش اللقمه غير من يدك يا ست الكل. بالهنا والشفا.
بطل مضى بقى ومدي ايدك قول بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، هو انا بديك الساعه لما اقرا الفاتحه معاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عايز حاجه مني تاني يابا؟ لا مع السلامه انت يا حسني. الاكل هنا مش هنا. صباح الخير يا ام زينب. يسعد صباحك يا عم جابر. اما انا بقى جايب لك بشاره النهارده هتفرح قلبك وترد فيك الروح. خير؟ مش لقيت لك جوزك؟ ابراهيم ولقيته فين؟ بيشتغل ميكانيكي في مصر. بالذمه كده يا عم جابر؟ يعني شفته بعينك دول؟ في الحقيقه لا، ظروفي ما سمحتش، لكن واحد صاحبي بقى من السواقين اللي انا كنت موصيهم عليه. أيوه. هو اللي عطر فيه وجاب لي عنوان. وقعد فين؟ وعامل ايه وصحته عامله ايه كده؟ يا فوزيه العنوان اهو. صبري خلص بقى لساني. وده بيقول ايه؟ بيقول بقى انه بيشتغل في السيده زينب في بركه الفيل، ودي حته ما تتوهش. في بركه الفيل في السيده زينب. شيل الله يا ست. امانه يا شيخه تقري لي الفاتحه عندها. كتر خيرك يا عم جابر، ايه اللي هيجبر بخاطرك؟ ولا دوخلكش وليا، اديك شايف؟ ايديا اتبرد من غسيل الجيران. معلش يا بنتي، دقيقه وربنا فرجها. لو تستني بقى لحد يوم السبت لغايه ما اظبط العربيه واصلحها، هاخدك بنفسي بقى واوصلك مصر لغايه عنده. ما نحرمش منك يا عم جابر، بس ما تاخذنيش، ما عادش فيا صبر. انا هاخد البت ونروح له على طول. خلاص، خلي دول معاكي. تعيش معي. اسمعي الكلام، محدش ضامن سكته. خديهم يا ستي، ولما انزل لابراهيم ابقى اخدهم منه في مصر. كده؟ طب ما دام هتاخدهم من ابراهيم. بيتي يو جاتك ايه يا بيت؟ بيت يا زينب. افرحي يا بيت افرحي، هنروح لابوكي، هنروح لابراهيم. يقطعك يا ابراهيم لك وحشي. سمي يا عم جابر. انت يا ستي، بسم الله الرحمن الرحيم. اضحكي يا زينب، اضحكي يا زينب. حد قدك؟ بكره هتشوف ابوك يجيب لك حمصيه وسمسميه وكل اللي انت عايزاه. اضحكي يا بيت. مش هتقعدي في العربيه ليه؟ انت اخر شويه خليني اتبس هقعد انا والبيت شويه. يعني هتقعدي فين؟ هتقعدي على حجري؟ يا اخويا اتكلم بادب. امال عامل زي شحال البصل كده يا حاج؟ اتاخد شويه يا حاج. اتفضل يا اختي. يا اختي عندك يا اختي، الدنيا حلوه كده عطشانه. انا بعرفها مالها يا اختي عطشانه. مفيش ميه في العربيه دي؟ في يا اختي، في بوفيه. بوفيه ده فين؟ بوفيه القطر اللي بياكلوا ويشربوا فيه. عرفنا ازاي؟ انت تمشي كده على طول يا اخويا. حاسب عرفت رجلي؟ تمشي كده على طول، في عربيتين الدرجه الثانيه هتلاقي البوفيه هناك. الميه فيها يا اختي. ايه؟ امال معناه ايه اللي عملتيه ده يا وليان؟ حط الكوبايه مكانك. اهدي، باخد شويه ميه، البنت هتموت من العطش. ما تموت ولا تروح بستين داهيه. كتموت هتاخدك انت واللي حلفوا. طابور من قدامي يا وليه، قالت القلم. يا سعادة ايه؟ عايزة ايه يا وليان؟ ايه يا حاج شوية مية؟ فين؟ دي وليه قالت القلم والسنة طويل. طب يلا يا اختي نجري من هنا، ما عندناش مية. انتوا ايه، مش مخلينا ولا حتة اللي ما عايزين تنشالوا فيها؟ اخرج كان قاطع لسانك، ده انا هشرب منك ومن اللي خلفوه. ايه الحكاية يا سعد؟ بنت مية. تعال شوف السبائن بتوعك يا صاحب غاني، الولايه جايه مستبيعه وعايزه ترمي بلاها على الركاب. خد يا اخوي. هاجي وريك. اهي. تذكرت الدرجه الثالثه، ايه اللي جابك هنا؟ ده هو يعني، باخد شويه ميه. ميه؟ يلا يا اختي من هنا، يلا. يلا ايدك. يلا نزلك المحمود. يلا يلا. اوعى كده في ايدك، واحد يتسكع تحتي. بس انت اهو. اعملها بالطريقه دي. لا اي حاجه تطردها من هنا، ده كل عشان خلبانه. والنبي يا ست والنبي، ما حدش غير كوبايه الميه دي وبهدلوني. ايه اللي جابك هنا لما انت قاطعه تذكره درجه ثالثه؟ يا سلام، وايه يعني لما تقطع تذكره درجه ثالثه؟ هي كفرت ولا كفرت؟ يا ستي ما كفرتش ولا حاجه، انما لو المفتش مر وشافها هنا هيجيب لي قلق. ايه رايك بقى؟ مين قالك انها هتقعد هنا؟ جايه تنتقي البنت وتمشي. واحنا كمان ما بنقدمش الميه غير مع الطلبات، وبعدين يا دوب شاطر الميه اللي عندنا على قد الزباين، مش فاتحينها سبيل. سبيل؟ طب اتفضلي اقعدي معايا جوه. وبدل ما تزعق وتبرتم تعالى شوف طلباتها. ايه اللي هيخليكي وانصرك على مين يعاديكي؟ طيب لو سمحت استهان. نعم. تدفعي لها تذكرة كاملة. وتجيب الباقي. حاضر. ايه اللي هيعمل بادك ويخليكي يا قاصيلة يا حلوة يا أميرة؟ في يا فوزية. لكن انت ازاي عايزة تروحي لجوزك تاني بعد ما سابك انت والبنت وما سألش فيك؟ وفيها ايه يا ست هانم؟ الواحدة مالهاش غير جوزها. تعيشي. بس الراجل ده ما يستاهلش انك ترجعي تعيشي معاه تاني. ده اكيد ما بيحبكيش. حب ايه يا ست هانم؟ ومين قال ان عايزاه يحبني؟ انا كل اللي عايزاه اللقمه والهدمه ليا والبت دي. انت ما عندكيش اي شغلانه تعيشي منها؟ يا ريت. ما عنديش غير البهدله ووجع القلب. ما تاخذنيش يا ست فريده، انا اهلي معلموني ازاي حضرتك. علشان كده من غير جوزي
انا وبنتي نموت من جوه. منطقك سليم يا فوزية. بتقولي ايه يا استهانم؟ خدي الكارت ده فيه اسمي واسم الجريدة اللي بشتغل فيها ونمرة التليفون، لو احتاجتش لأي حاجة اتصلي بيا. تعيش بس ما تأخذنيش، انا ما اعرفش استقرا. تبقي تخلي حد يقراه او يطلب لك نمرة التليفون. جندرية واحد، جندرية احرم يا اخويا، لا يكسر الطريق. نعم. بركة الفيل اللي في السيدة دي بيروحوا لها منين؟ اسمعي، تطلعي الكوبري ده وتنزلي منه، تطلعي الكوبري اللي بعديه، اول سلم يقابلك على ايدك اليمين تنزلي منه وتعدي الشارع العمومي وتسالي على الاتوبيس اللي بيروح السيدة زينة. فهمت ولا لا يا اخويا؟ ما فهمتش حاجة. انزل من كوبري واطلع من كوبري. جندرية واحد، جندرية. شيلها يا ست اهو جاي اهو، اركبي. لا اله الا الله، مالكش دعوه بيه يا بندي. ما يصحش كده، ما يصحش كده يا ستي. اذا ما كانش عاجبك اديني خدي لك تاكسي. يا اخويا انت مالكش ام، مالكش اخت ولا بيت. انا بعته من الشجره. احسن كده قطيعه تقطعك يا ابويا. فاضل كتير على السيده. عايزه انزل. اوعى البنت هتفطس في ايدي. قوليلي البنت وانا اقولها لك مش شباك. تعيشي يا اختي، خدي من عينيا حاجه. خدي بالك عليه. اخويا حاطيني على وجهي. انا عايز اخدي البنت. خدي على البنت. يا اختي استنى عليها، ما تطلع مني على بنتي. استنى عليها. خدي يا اخويا. اي نعم. والنبي روحوا شارع بركة الفيل منين؟ اول شارع على ايدك اليمين دول. من ايدي؟ ايوه من هنا. بقول لك ايه؟ تعالي معايا البيت. انا قاعد لوحدي. هديك جنيه بحاله اهو. اخرس يا راجل يا اما يا وافي. انا وافي تضربيني وانا راجل موظف محترم. يا حد تستمد من الصبح بالطريقه دي، بالمصاره القلم دي ومشي ورايا
مساعدين يا ناس، الست دي كذابه وحراميه وسرقه البنت ديت من الاوتوبيس. الاوتوبيس؟ الاوتوبيس اللي ماشي ده؟ ما تدعوش يا حضرة الضابط. ومين امها؟ اني امها؟ ما تدعهاش عارفة مين؟ امها في الاوتوبيس. طب قدام انت وهي على الاسم. ايوه على الاسم. اخرس انت، انت مش خلصت كلامك؟ ها حصل ايه يا فوزيه؟ وبعدين يا سعاده البيه، انا كنت راكبه المدعوه ده اللي اسمه الترومبيل، والراجل دي لازق لي اروح كده الزالي، اروح كده الزالي من غير لا خيشه كده ولا حيه، واني مش عارفه اعمل ايه. ما صدعت المحطه جت نزلت وقمت باخد البيت. بتاخديها منين؟ بتسرقها يا سعاده البيه. اخلص انت كملي. كنت بتقولي بقى بتاخدي البنت منين؟ اسم الله على مقامك، من شباك الترومبيل، اصله كان زحمه والخلق كده. وبعدين؟ وبعدين نزلت، الجدع ده نزل ورايا ولزق لي تاني، واخرة المتم يطلع لي جنيه، ورحت مدياله بالكف ورقعه بالحيان ولميت عليه الخل. ما تصدقهاش يا سعاده البيه، دي صرخت بعد ما ظبطتها بتسرق العينه. انت بتشتغل ايه؟ انا موظف محترم في مصلحه المجاري. عشان كده المجاري ضربه في كل حته. المهم معاك بطاقة؟ إيه اللي معايا بطاقة؟ ده كلام تقوله يا بيه؟ طبعا معايا بطاقة، أنا مواطن نظيف جدا وشريف جدا. خلاص تقدري تقولي لي كنت رايحة فين يا فوزية؟ أمال يا بيه، أنا جاية لجوزي براهيم، براهيم العوضي. وجوزك بيشتغل إيه؟ ميكانيكي يا بيه. والبنت دي بنته؟ أمال إيه يا بيه؟ ما أنا ما اتجوزتش غير براهيم. يعني أنت لسه على ذمته؟ الله، امال ايه يا بيه؟ واني يعني عملت ايه عشان يطلقني؟ طب ليه انت قاعده في البلد وهو عايش هنا؟ الدنيا لما ضاقت في وشه يا بيه طفش وجي على مصر يدور على لقمة عيشه، وانا لما لقيت علوانه خدت البت على كتفي وجيت وراه. وعنوانه ايه؟ بركة الفيل في السيدة زينب. خد يا بيه. استنى يا ضناي، العلوان اهو. اسم الله. ابعت لي المخبر ابو العنين. الله ينور يا دي الهنا ويا دي النور. بارك يا استاذ مكوني، والنبي عايزين نزود كمان صف جهارك فوق الصف اللي موجود ده. انت وابراهيم العوضي؟ ايه بقى؟ في حاجه؟ ده مطلوب عندنا في الاس. خير؟ ايه الحكايه حضرة المخبر؟ انت مش متجوز واحده اسمها فوزيه؟ وطي صوتك امال، اداني فرح الليل. الفرحه ما تمت. مراتك القديمه شرفت في الاسم، وعلى كفاها عيله صغيره بتقول انها من لحمك ومن دمك. بقول لك ايه يا محسوبك ابو العنين. اسمع يا ابو العنين، تعالى معايا. على فين؟ هنتكلم على رواقه في حته تانية. حظك من السما يا عم، دي لا معاها بطاقة ولا أي ورقة تثبت كلامها، عشان كده حضرة الضابط بعتني أشدك عشان تشرف عنك. يعني في عرضك يا أبو العنين. بس أنا عرضي مش قد كده يا أبو خليل، أنا عرض أكبر من كده بكتير. لا لا كده كويس قوي، أنت بس توصل لحضرة الضابط وقول له أني ما لقيتوش. بقول لك إيه؟ أن الليلة دخلتي مش عايز نسايب يشموا خبر. تفتكر لو قلت له ما لقيتوش النهاردة أقول له إيه بكرة ولا بعده يا فالح؟ الله، طب قول لي بقى أنت إيه الحل؟ هو الحل موجود بس غالي شوية. لا انت تؤمر، اطلع بيه. اطلع بعشر برايز. 100 جنيه؟ سابوا العنين ما تلسوعنيش، انا ما استحملش. اللي عايز تدحى حبيبي، ولا انت عايز الليلة تخسر عروستك الجديدة وتبات في حضن مراتك القديمة؟ لا لا لا، يعني تحت امرك. ماشي، هما اللي معايا، بس خلصني من الزنقة دي. اخلصك من ابوها، بس انت اسمعني كويس ونفذ اللي هقوله لك بالحرف الواحد. ما ترد يالا، انت متجوز ولا لا؟ ماني قلت لسعادتك يا سعاده البيه انني فرح الليله، يا ريت سعادتك تشرفنا وتنورنا. مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك يا سعاده البيه. كان حضره الصله ابو العنين قال ان سعادتك طالبني في الاسم. خير ان شاء الله. ومستعجل قوي كده ليه؟ على العموم مش هنأخرك كتير عن عروستك. ربنا يستر عرضك يا سعاده البيه. وش يا بنت بلاش غلبه. براهيم الحقني يا براهيم.
دي فوزيه بنت ابويا الحاج علي. مالك يا فوزيه؟ بهدلوني يا ابراهيم بهدلوني، وبالاخر عايزين يلبسوني تهمه يا اخويا. لا رواق يا اختي رواق، مفيش حاجه. البنت ايه؟ قلت يا ابراهيم؟ قلت لا اله الا الله يا سعاده البيه. شفت يا بيه؟ شفت اهو ده ابراهيم جوزي انا وابو البنت دي. ايوه بس اهدي انت، انا اصلا يا سعاده البيه عايز اقول لسعادتك كلمه يعني. قول لي يا ابراهيم. ان شاء الله يخليك يا رب، ان شاء الله يخليك يا بيه. البنت دي بلدياتي بس بعيد عنك عندها لطف، هي كان نفسها تتجوزني بس انا مش عارف ايه اللي جابها هنا. طب والبنت اللي معاها؟ في واحد بره بيقول انها سرقاها. جايز يا سعاده البيه، الله اعلم، الكذب خيبه. ايه رايك بقى يا فوزيه؟ في ايه يا بيه؟ ابراهيم بيقول انه مش جوزك. يا نهارك اسود يا ابراهيم، طلقتني ليه يا اخوي؟ عملت ايه؟ جرايه يا وليه مجنونه انت؟ انت عايزه تجيبيني نصيبه؟ انا لا عمري اتجوزتك ولا خلفت منك. الله، واهل بالك كلهم عارفين كده كويس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، امال انا مين يا ابراهيم؟ والبنت ليه؟ بنت مين؟ انا مين يا ابراهيم؟ انا مين يا ابراهيم؟ انا مين يا منيه؟ قولي من خلقتي تعالي. هتروح مني ازاي؟ هتروح من ربنا فين يا ابراهيم؟ قولي للبيت، قولي للبيت انا مراتك يا ابراهيم. ده انا مراته يا بيه. انتوا خدتكم عليا؟ ده انا جاي لك من اخر الدنيا يا راجل. افرج عليك البلد كليه وارقص لك. يا لهوي يا علي يا لهوي يا علي. الراجل ده جوزي يا بيه، والبنت دي بنتي. الراجل ده جوزي يا بيه. اروح فين؟ اروح فين؟ انجدني يا حكومه، انجدني يا حكومه، انجدني، انجدوني يا عالم. اروح فين؟ اروح فين ياني ياني؟ تعرض المتهمه على النيابه صباح باكر ومعها شهود. يا بعيد الهي يخرب بيتك. مالك يا شاب؟ شايله عبد القادر ليه يا اختي؟ فكيها كده واضربيها صارمه. هي الواحده اللي في جمالك تحمل هم. خدي نفس يا اختي. تعيشي يا اختي، ما بشربوش. يوه 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 يوه، ده انت باين عليكي غرقانه ومحدش ابدا مدلك ايديه. اي والله. طب احكي لي يا اختي حكايتك. فضفضي لاختك سوسو، قوليلي ايه اللي مزعلك؟ يا معقول! العريس! 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 الراجل المجدع! المجدع! العروسة! 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 الناس الحلوة دي كلها! الحلوة! الناس الحلوة دي كلها! كلها! رقصني يا جدع! للرجال بقول لك ايه، انت تشيليه من نافوخك وتضربيه مليون صرمه وتيجي يعني شغلك معايا. لا يا ست سوسو، احنا ما بنخدمش في البيوت. خدمه ايه يا عبيطه؟ انت مش برضو بتحب الحظ والفرفشه والنعناشه يا اختي؟ انت عايزه تقولي ايه؟
عايزه اقول تشوفي مصلحتك وتعملي مستقبل لبنتك. طب يا اختي ده انت بكره مش هتقدري تشيلي ايديكي من الذهب اللي هيغرقهم. الجواز قال، هو انت فاكره ان الجواز له امان الايام دي؟ طب ده الراجل من دول ياخد الواحده ويقعد يمرمط فيها يمرمط فيها وفي الاخر يقولها على امك. اهي كل واحده بتاخد نصيبها واحنا لينا اخر كده. لا لينا، لينا اللي هيصرفوا علينا دم قلبهم من غير جواز ووجع قلب. يا نهارك اسود يا ست، انت قاعده من الصبح تكلميني في المسخره؟ حد الله ما بيني وبين النجاسه. وكمان العريس، العريس كمان العريس، العريس اخويا لازم، اخوك لازم، اخويا لازم، اخوك لازم. جدعان السيده، السيده جدعان، السيده السيده جدعان، ام هاشم، الهندال لا لا، الهندال لا لا، اسم السيده وظباطه وعساكره ورباب الصوابع اللي فيه اللي فيه. ثانيه فتح الباب. ايوه يا شويش، اهي المعلمه بتاعتي بعتتلي الافوكاتو عشان يطلعني. قلت ايه يا حبيبتي، تحب اكلمها عليكي؟ يا ست روحي لحالك، روحي لحالك بقى، ربنا يطوب عليكي. ده انت باينك واقعه في المنايل، قال على راي المثل، اخي اخي وانا روحي فيه، اخي اخي وانا روحي. ده مين ده اللي جاي يقلق رعيتنا على الصبح؟ صباح الفل يا ست العرايس. يسعد صباحك. مين ده اللي بيخبط؟ تلاقيها امك. طيب صباحيه مبارك يا عريس. سبع ولا ضابع؟ اهلا يا سابو العنين. اتفضل. انت لسه ما لبستش هدومك؟ هدوم ايه؟ خير ان شاء الله. الله، هو كلام الليل مدوم بزبده ولا ايه؟ يلا يا حبيبي ما عندناش وقت، لازم نروح النيابه. وطي حسك امال. هي العروسه فين؟ نايمه جوه، انما نيابه ايه كف الله الشر. اصل مراتك القديم، بص ايدك في عرض النبي. اصل مراتك القديمه هتتعرض على النيابه دلوقتي ولازم تكون موجود. صباح الخير يا سيف العنين. يا صباح اللبن الحليب يا عروسه. اعملي كوبايه شربات يا سيف العنين على بغير هدومي. ليه؟ لا هو انت خارج؟ اصله لا مؤاخذه هيعفر جزمته بمشوار صغير. في يوم صباحيته؟ الناس تقول ايه يا سيف العنين؟ نعمل ايه بقى يا عروسه؟ ما انت متجوزه بالشهامه كلها. اخده منك ساعه زمن يضمن واحد صاحبه ورجعه لك صاغ سليم. فوزية المغاور. ايوه. بيوم زينو، ابراهيم العوض. ادام هي مش مراتك، ايه اللي يخليك تتهمها بالجنون؟ يا سعاده البهمه، هو ده اكبر دليل على جنانها، بتقول ان انا جوزها، وبعدين كل الناس في البلد عارفين انها مجنونه، كفايه انها خاطفه عيله وبتقول عليها بنتين. انا خاطفه البيت يا ابراهيم؟ انا مجنونه يا ابن المجنونه؟ بنته مين يا سعاده البيه؟ انا شايفها بعينيا دول وهي بتتسرق. تكفينا تاخدك، تكفينا تاخدك انت وهو، خلاص بنحكم عليا. شوفوا بشار البلد اللي مستني يتفرج. كفايه يا ادم، يا ادم مش هتجيب، كفايه جاي مش ما تردعيها، مش بتقول انك امها؟ اكلي اكلي ورضاها منين؟ يا ابني بقاني، ما هو مش غريب عليك. خلاص البيت، ما بيتعبش، 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 ما بي
وقد لاحظت النيابة أثناء استجوار المتهمة بأنها تأتي بألفاظ غير مفهومة وحركات هستيرية، ولذلك قررنا الآتي. أولا تودع الطفلة في إحدى دور الرعاية. ثانيا تعرض المتهمة والأوراق على السيد قاضي المعارضات لاستصدار أمر بإدعاء إحدى مصحات الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية. ثالثا نستعلم من الشرطة إذا كان قد ورد ثمة بلاغ عن خطف طفلة من عدمه. فريدة في ايه؟ فاكرة الست اللي قابلتها في القطر وحكيت لك حكايتها؟ ست مين؟ اللي جوزها كان هربان منها. ايوه مالها؟ كاتبين انها مجنونة وسرقت طفلة. مش دي اللي خطفت كوباية المية واتخانقت مع الكمساري؟ ايوه. ما هي تبقى مجنونة. لا يا كمالي، انا اتكلمت معاها وكان كلامها معايا في منتهى العقل، ما فيهوش اي علامة من علامات الجنان. يا حبيبتي المجنون ما بيبقاش مجنون طول الوقت، ده ساعات بيبقى اقل مني ومنك. بس انا متاكده انها مظلومه. مشكلتها ببساطه ان جوزها طلع ندل وسابها هي وبنتها، ولما حاولت ترجع له اتهمها بالجنون وتبرأ من البنت. على العموم دي حكايه عاديه بتتكرر كل يوم، واحده بتحب واحد وعاوزاه يتجوزها بالعافيه. الست دي مشكلتها لقمه العيش مش الحب، دي راحت لجوزها مش عشان بتحبه، عشان تتستر هي وبنتها. تعرفي يا فريده انها عكس مشكلتك. انتي كنت عايشه مع زوج غني افتكر مشتركي بفلوسه، وانت اللي سبتيه لحد ما طلقك. لان الحب بالنسبة لي شيء مهم، اهم من الفلوس. لكن انا الحمد لله قادرة اصرف على روحي. انما المسكينة دي هتعمل ايه؟ يا ريت جوزها انكرها وبس، تتعاملها بالسرقة والجنان. وفريدي هتعملي ايه؟ لازم اقف جنب المسكينة دي، دول خدوا منها بنتها. يا حبيبتي نفسي بقى تبطلي حماسك اللي زيادة عن اللزوم ده. احنا مالنا؟ احنا ناقصين وجع دماغ. ايه كمان اللي انت بتقوليه ده؟ احنا وظيفتنا ايه؟ عمالين نكتب عن الموضه وبس، عن فلان اللي سافر وفلان اللي اتجوزت واتطلقت، عن الجمعيات والهيئات اللي نازله تلف حفلات في حب مصر. وجايبين لنا ايه؟ رقصات درجه ثالثه وهات يا رقص، كان جيون مصر دي هتتسدد من ورا هز الوسط. واحنا سايبين الناس الغلابه نتفرج عليهم بدل ما نقف جنبهم عشان الناس تحس بيهم. يا شيخه بلانيله، فوزية ازيك؟ فوزية شدي حيلك. انا فريدة الصحفية، فاكراني اللي قابلتك في القطر انتي وبنتي؟ شفت بنتي؟ يعني انتي عارفة انها بنتي؟ يخطبوا صديقي يقول لهم انها بنتي، دول قالوا عليا مجنون وخدوها مني. حتى ابوها قال انها مش بنت وانها مش بنتي. بس اهدي. انا دلوقتي مش قلتلك لو احتاجتي لاي حاجه تكلميني؟ اكلم مين ولا مين؟ محدش بيسمع ومحدش مصدق، مع اني ما عملتش حاجه. اطمني يا فوزيه، انا هقف جنبك وهرجع لك بنتك وهاخد لك حقك من كل اللي ظلموكي، واولهم جوزك السافل. عندك عزيمه الجواز يا فوزيه؟ ايوه يا بيه. هي فين؟ في البيت يا بيه، في البلد. والبنت اللي في الملجا دي تبقى بنتك؟ امال ايه يا بيه؟ بنتي ضنايا من لحمي ومن دمي. اسمها ايه؟ اسمها زينب، زينب بنت ابراهيم العوضي. كذب يا سعاده البيه، انا لا عمري اتجوزتها ولا لمستها عشان اخلف منك. اسكت انت، ما تتكلمش خالص غير لما اسالك.
معاكي شهادة ميلاد تثبت إن البنت دي بنتك يا فوزية؟ أيوة يا سعادة البيه، وبالأمارة إبراهيم هو اللي راح وأيدها. ممكن أشوفها؟ يا بيه يا سعادة البيه، إحنا ما بنشيلش الحاجات دي، كل حاجة مع إبراهيم، ده البيه في دماغك. يا سعادة البيه دي وليها خرفانة، وكانت في البلد بترمي بلاويها على كل واحد شوية. ممكن يا سيادة الرئيس تشوف بطاقته، أكيد هتلاقي فيها اسم الزوجة. حضرتك تبي مين؟ فريدة عبد الحميد، محررة في جريدة الأهرام. أنا آسف إن أقولك إنك مالكيش حق تتدخلي في الجلسة. ممكن سيادتك تعتبرني شاهدة. معاك بضاعة شخصية ولا عائلية يا إبراهيم؟ عائلية يا سعادة البيت. وريها لي. اتفضل. أنت اسمك الحقيقي حسنية إبراهيم سعداوي؟ لا يا بيه، يا بيه أنا اسمي فوزية. فوزية محمد المغاوري، بس مش حسنية. ولا هو غير اسمي كمان؟ ما هو يعملها؟ قادر وفاجر. بس يا ست انتي، رجعوني البنت بقى، رجعوني البنت بقى، تعرفوني. نأمر بإيداع المتهمة فوزية محمد المغاوري مستشفى الأمراض العصبية والنفسية لبيان سلامة قواها العقلية، وتعرض بعد ذلك على النيابة. لازم تتأكدي الأول، مش تصدقي كلام واحدة فلاحة قابلتيها صدفة في القطر. إيش عرفت بقى إنها مش مجنونة أو حتى كدابة أو عاملة مجنونة عشان ترمي بلاويها على الراجل المسكين ده؟ مش معقولة يا كاميليا، مش معقول، ممكن كل ده يحصل؟ يا شيخة ده أسيبك من الخيال اللي أنت فيه. أنت متصورة مثلا إن الشحاتين اللي بيقابلوكي في الشارع وشايلين عيال إنهم ولادهم؟ طب اسألي كده أي واحدة فيهم عن حكايتها وهي هتخترع لك حكايات تقطع القلب. ممكن يكون في اب ينكر بنته؟ ده بيتنها في الصعيد. انت ما بتقريش على الحوادث اللي بتحصل كل يوم؟ مش فاكره الست اللي قتلت جوزها وابنها علشان عاشقها؟ بلاش. فاكره الولد اللي قتل ابوه وامه وعمل انه مجنون، وبعد كده مستكتره ان واحد ينكر بنته؟ يا فريده، يا فريده فوقي، ده احنا عايشين في غابه. حتى الغابه ليها اصول وقوانين. انا مش فاهمه ايه اللي حصل للناس، الخوف من اللي هيحصل. النهارده انا مخي اتلخبط، ما بقتش عارفه الحقيقه من الكذب، الصح من الغلط، مين الظالم مين المظلوم. الحكاية ببساطة انك كنت ضحية لواحدة مجنونة او واحدة حرامية مثلت عليك كويس وناقصة مخرج يكتشفها. خد الشقة والعيال وسابوني في الشارع وراح اتجوز غيري. وادي يا محمد، وادي يا حسين، بنتي عزيزة، انا امكم يا ولاد الكلب. قال انه هيتجوزني ويوم الفرح اتجوز واحدة تانية. لا، لو كل واحدة هتسكت عن اللي بيحصل ده تبقى البلد ما طلعتش نسوان. اخويا ابن امي وابويا لقت الفلوس، اكلته الناموسة، بلعته. وحشتيني يا زينب، وحشتيني، وحشت امك يا زينب. غزالي يا اختي، ما بتاكليش عشاني، عايزه امك يا اختي. تعالي يا اختي في حضني، انا امك يا زينب. مش هسيبك، مش هياخدوكي تاني، مش هياخدوكي تاني، مش هياخدوكي تاني، مش هياخدوكي تاني، مش هياخدوكي تاني يا زينب. الباب يخبط يا راجل. يو، وده وقته؟ خلي اللي يخبط يخبط. امي ابراهيم دي تكون امي. هي امك دي مش اتجوزت قبل كده وعارفه ان احنا في شهر العسل؟ قوم بقى بلاش دلع. هي بس شاطره كل حبه تقول الجدعان وهاتوا عيل. هنجيب عيل ازاي وهي كل شويه تنط لنا؟ وجيتك ايه يا ابراهيم؟
رهيب ينيلك طول دمك شرفات. قوم بقى. اوه طيب طيب. ايوه مشروع عليه انا فيه ايه؟ في واحده ست عاوزاك تحت يا صبرين. ست ايه الله يخرب بيتك؟ مين دي؟ معرفش هي اللي تطلع من ده. طب غور يلا وانا جاي ورايا غور. وتطلع مين الدلعه دي يا سي ابراهيم؟ وقعتك سودة تكون يا راجل متجوز عليا ومخبي؟ متجوز؟ ده ايه الهزار البايخ ده يا حسنيه؟ دي 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 دي, 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 دي تلاقيها زبونها عربيتها متاخره عندي. انا هنزل اشوف ايه حكايتها. ما تعوقش معاها. حكيم انا عارفاك عينك فارغه. انت عايزه مني ايه؟ عايزه اتكلم معاك شويه. تاني؟ لسه في بينا وبين بعض كلام تاني؟ يا استاذ ابراهيم انا عارفه انك انت ابن بلد وكلك شهامه. بقول لك ايه؟ هاتي من الاخر. فوزي وطي صوتك. دلوقتي مش حرام عليك ترميها الرميه السودا اللي هي؟ انت راجل بتفهم في الاصول. هو برضه من الاصول ان انا اجيب حرمه اقول عليها مرتي وهي مش مرتي؟ امال ترميها في رايه المجانين؟ احسن. خليها تتعالج لك يمكن تفوق بدل ما هي ماشيه ترمي بلاويها على الخلق. وبنتك اللي ملهاش ذنب ترميها في ملجأ؟ برضه هتقولي بنتي؟ بنتي منين يا ست انتي اذا كنت انا ما اتجوزتش امها من قصر؟ خاف من ربنا بقى وراعي ضميرك. بقول لك ايه؟ تحدي مصلاتك عليا؟ انت عايزه تخربي بيتي؟ اسمعي بقى، انا لسه متجوز جديد وما شبعتش من جوازتي، وبعدين مرتي لو سمعت كلامك ده هتطين عيشتي. يعني مش عايز تعترف؟ اسمع يا استاذ ابراهيم، انا المره دي جيت لك تحت، المره الجايه هطلع لك فوق في بيتك واكلمك قدام مراتك، فهمت؟ هتكون عايزاني في ايه يعني؟ دي زبونه. زبونه وجايه لك يوم الحد؟ مش عارفه انك قافل؟ ايوه ما هي جايه تاخد ميعاد عشان عربيتها. وواقف تتصاير معاها كل ده عشان تاخد ميعاد؟ وانا هعمل ايه بس؟ مش عايزه تصدق انني مش فاضي، خلاص مفيش رحمه، كل واحد عايز شغله هو اللي يخلص وبس. ما خبيش عليكي، حالتها فعلا سيئة. هي عندها ايه يا دكتور؟ مصابة بحالة اكتئاب عنيفة لدرجة انها مش عايزة تاكل ولا عايزة تكلم حد. بس ما نقدرش نقول عليها مجنونة. الاكتئاب لما يزيد ممكن يسبب نوع من انواع الجنون. طب ده بقى سببه ايه؟ الواضح من تصرفاتها واحتفاظها بالعروسة إنها عندها عقدة أمومة، وده بيحصل كتير كرد فعل لبنات العوانس أو اللي بيموت أولادهم أو اللي ما بيتجوزوش لأي سبب. لكن يا دكتور فوزية شابة جميلة وأي حد ممكن يتجوزها حتى لو جوزها سابها. للأسف يا مدام الجمال اللي من دول ما بقاش أهم حاجة في الجواز. في عوامل مادية كتيرة تدخلت زي الثروة والتعليم والمستوى الاجتماعي وغيره 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 زي ما حضرتك عارفه. عندك حق، العواطف اليومين دول ما بقلهاش اي قيمه في الزمن ده. للاسف احنا عايشين في زمن صعب جدا، وسلوك الناس وردود افعالهم بقت شيء محير للطب النفسي. تفتكر ان في امل يا دكتور؟ بالنسبه للعصر اللي احنا عايشين فيه للاسف الامل ضعيف جدا. طب بالنسبه لحاله فوزيه؟ بالنسبه لفوزيه أقدر أقول إن جايز اللي عندها ده يكون مجرد جنون عارض، وعشان كده إحنا حطيناها تحت العلاج والمراقبة، وأنا أمرت إن تكون في أوضة لوحدها. ممكن أشوفها يا دكتور؟ هو ممكن، بس حاولي إن كلامك معاها يبقى قليل وما يسرهاش.
فوزية. انت مش عارفاني، انا فريدة صاحبتك، انا اللي بحبك وعايزة اقف جنبك. فوزية مش عايزة تكلميني ليه؟ انا هنا عشان اساعدك يا ماما. انا عرفت طريق بنتك فين وهرجعها لك. فوزية لازم تاكلي يا فوزية، لازم تاكلي عشان تعيشي عشان بنتك. سمعيني فوزية، سمعيني فوزية. ايه اللي يخلي واحدة ست في مركزها تحط مناخيرها في موضوع زي ده؟ لا اخت المحروسة مراتك ولا بنت عمها ولا قريبتها. مظبوط كلامي ولا انا بخرف؟ لا، اللي بتقوله عين العقل يا سبولانين. لكن تفتكر يعني ايه السبب؟ وانا يعني هسيبك على عماك؟ اقول لك طبعا وانور لك مخك الظلم. طب خش عليا بالمفيد. الفلوس. فلوس؟ فلوس ايه؟ ما تفهم بقى يا افل، الولية فريدة دي ممخمخة انها تلهف منك قرشين. لا ده انت باين انك اتجننت يا راجل، قول كلام غير ده. الله، ومالك مستبعدها قوي كده؟ هي تطلع اشرف من مين يعني؟ انت مش بتقرا في الجرايد كل يوم عن الناس الكبار اللي بتسرق وبترتشي؟ هي كمان ما تاخدش ليه؟ يا ابني ده احنا في زمن الناس بتجري فيه ورا الفلوس زي الرهوان، اسالني انا. طب يعني معناته ايه كلامك ده؟ اروح لها واظرفها بقرشين؟ هو ده عين العقل. لو كنت عايز تصون حياتك الجديدة وتفضل مناسب لوسطى سعداوي. ايوه بس دي يلزمها كام عشان تقفل بقها؟ إيه؟ شد لها اتنين باكو. 2000 جنيه؟ اجيبهم منين دول؟ من حماك لوسطى سعداوي. ده الفلوس بتجري في ايده زي المية، مش معقولة يعز عنك مبلغ زي ده. ايوه بس انا هاخده منه بأي سبب؟ الاسباب كتير وعندي منها بالكوم. هما مش بيقولوا تعددت الاسباب والقرش واحده؟ كده كلهم شهامة. الله يخليك. انت واقف ليه؟ اتفضل استريح. اتفضل. كتر الف خير. تحب تشرب ايه؟ لا استهنم، ملوش لزوم. لا والله لازم تشرب حاجة. طيب ان كان ولا بد اشرب شاي. هنيا حاضر. اكيد انت جاي تصلح سوء التفاهم اللي حصل. الحقيقة استهنم انا قلت قبل سعادتك علشان اريح دماغك واريح دماغني كمان. انا كنت متأكدة من كده. ما هو عشان كده انا عم محمد عايزين واحد شاي بسرعه. حاضر. اي اول مطلب؟ واعمل لي بالمره فنجان قهوه. على عيني يا فندم. ما تتصورش قد ايه انا سعيده ان ضميرك صحي يا استاذ ابراهيم. اني كمان قلت في عقلي بالي اللي تعرف ديته قتله، وبدل يعني ما ست فريده تبوظ لك جوازتك اللي بتسترجاها من الدنيا، الطيب احسن. جوازتك انهي بقى جوازه فيهم؟ الا هو انا ليا جوازه غير هي؟ حسنية. طب وفوزية؟ انت ناسي انها كمان مراتك؟ ايه؟ رجعنا تاني للكلام اللي مش جايب همه. انت قصدك ايه؟ انا كنت فاكره ان ضميرك صحي وهتخلص فوزية من المحنه اللي انت سببتها لها. انا بصراحة ربنا مش فاهم ايه اللي يخلي هانم زيك تشغل بالها بموضوع هايف زي موضوع الولية المجنونة دي. طب ممكن اعرف انت جاي دلوقتي ليه؟ انا جاي اقول لك انني قلب وكيلي. ايه ما انت شغلة بالك وعمالة تكتبي في الجورنال كلام كده؟ افرضي حد قراه وراح نقل ولا سايبيه؟ الا ولا حد جاب لهم كلمه من هنا ولا من هنا وقالها لهم؟ ما هو الفرح يلعب في عبهم، وعلى راي المثل العيار اللي ما يسيبش يد وش. عيار ايه وفار ايه؟ انت عايز تقول ايه بالظبط؟ اهدي بالله يا ست هانم، ده ربنا امر بالذات. الله، انت بتعمل ايه؟ انا اصلي شايف ان مفيش داعي ان احنا نشد مع بعض. حلو. بالعكس احنا نتصافى وكل واحد يروح لحاله. كويس. وانا كمان جبت لك معايا على طول المحبه. ايه ده بقى؟ دول استكين، استكين بالتمام والكمال. الفلوس دي بقى مناسبة ايه؟ دول حلقة استهانك في الحكاية. انا عارف ان مقامك اكبر من كده بكتير، لكن وكتاب الله دول اللي قدرت اتحصل عليهم. ما هو قصدي شواطي واطي، عمرك ما هتنضف. ايه؟ ده يبقى عشان ارضيك. امشي من قدامي دلوقتي، مش عايز اشوف وشك تاني، هندهلك الفعاية وتطلب من هنا. مش معاه ولا حاجة، خلاص انا ماشي، انا عملت اللي يرضي ضميري. اطلع بره، بره. عارفة لو وقفتي قصادي بعد كده مش هتعرفي ايه اللي هيجرالك. بره. حلو.
ايه الحكايه فريده؟ مين ده؟ ده يا ستي جوز فوزيه اللي اتهمها بالجنون. هو كان جاي لك ليه؟ ما تتصوريش انا دلوقتي سعيده قد ايه. يمكن لو قلت لك ان ده اسعد يوم في حياتي مش هتصدقي. ما على ايه ده كله؟ ليه؟ هو كان جاي يطلب ايدك؟ بتتريقي؟ انا النهارده بس اتاكدت ان الراجل ده جوز فوزيه والبنت دي بنته. طب تعرفي هو كان جاي ليه؟ ليه؟ كان جاي يديني رشوه 2000 جنيه عشان اتكتم على الموضوع واشيل ايدي منه. ياه. طبعا ده اكبر دليل ان هو جوزها واب للبنت اللي في الملجا وان فوزيه مش مجنونه ولا حاجه. قلت لي عرض عليكي كام رشوه؟ 2000 جنيه. على كده بقى الراجل ده متريش. لا يا حبيبتي مش هو اللي غني، دول اهل مراته وهي دي سبب المشكله، الفقر. يعني الراجل معذور؟ لا 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 لا، مش ممكن الفقر يخلي انسان زي الراجل ده هوت يتقلب لوحش كاسر، يظلم اقرب الناس ليه، مراته وبنته، ويرميهم في الملاجئ والسجون. على العموم القضيه بقت واضحه قدامي، وبقت بالنسبه لي مساله ضمير. ما تسيبت بقى من وجع القلب ده، انتي ناقصه مشاكل. ما هي دي ماساه حياتنا دلوقتي يا كاميليا، كلنا دلوقتي بنقف نتفرج، محدش فينا عايز يعمل حاجه. كل واحد يا اما خايف يا مكسل يقفل على روحه، ومستني حد يحل له مشاكله. دي قضية واضحة وبسيطة يا مدام فريدة. طب يا فندم ايه اللي مطلوب فيها عشان اثبت جواز فوزية وبنوة الطفلة؟ حاجتين، صورة من وثيقة الزواج ومستخرج رسمي لشهادة ميلاد الطفلة. شفت اخر صورتك المهببة؟ اهي الولية بتاع الجورنال هتوديني في داهية، دي كانت هتطلب لي البوليس. يا بنت اللئيمة دي طلعت شريفة؟ اما عجايب. يا ترى ناوية على ايه؟ اكيد ناوية توقعني في شر اعمالي. على العموم اطمن، انت شر اعمالك حاجتين اتنين بس، قسيمة جوازك من فوزية وشهادة ميلاد بنتك. هما مش معاك؟ معايا فين؟ دول هناك في بيتي اللي في البلد. يا نهار ابوك اسود، انت تاخد بعضك وتسافر حالا تتحصل على الورقتين دول وتخفز بيهم الارض. وخلي عينك على البنت الصحفية دي لحسن ممكن تطلع بدل فائد ليهم. بقولك ايه، انت لازم تمشي ايدك مع الموظفين اللي هناك، حكي موظفين الايام دي غلابة، حالتها تصعب على الكافر. خلاص يا فوزية، الحقيقة هتبان، جوزك اتكشف. بكرة تخرجي من هنا وبنتك ترجع لك. صدقيني أنا النهاردة قابلت محامي الجريدة، شرحت له قضيتك كلها، قال لي أهم حاجة وجود قسيمة الجواز وشهادة ميلاد بنتك، ساعتها كل حاجة هتبقى في صفك وتطلعي براءة. واسم الزوجة؟ اسم الزوجة فوزية محمد المغاوري، تاريخ الزواج 7 مايو 81. البطاقة لو سمحتي. اتفضل. ايه ده استهانة؟ هو حضرتك مش الزوجة؟ لا في الحقيقة في ظروف منعت الزوجة انها تيجي تاخد القسيمة. طب الزوج ما جاش ليه؟ دي قضية اثبات زواج واثبات بنوة طفلة، يعني الزوج ملوش مصلحة انه يجي. اسف، مش ممكن اسلمك الوثيقة. مش ممكن ليه؟ صورة وثيقة الزواج ما تطلعش غير بناء على طلب الزوج نفسه أو بوجود الزوجة شخصيا. يعني إيه؟ أظن الكلام واضح. واضح، بس دي مسألة حياة أو موت، أرجوك تساعدني، ده مستقبل أم وطفلة مهدد بالضياع. هو مش في شهادة ميلاد للبنت؟ لأ، لازم أطلع مستخرج منها. كفاية المستخرج ده، تقدري تثبتي بيه بنوة الطفلة، وبعد كده تبقى تيجي الزوجة بنفسها علشان تستلم صورة من وثيقة الزواج. ودلوقتي عليك وعلى مكتب الصحة.
ايوه سيبهالي. أي خدمات تحت امرك. لو سمحت عايزه اطلع مستخرج شهاده ميلاد. بس كده ده تحت امرك. لا انا عايزه الموظف المسؤول. موظف مسؤول جوه. تحت امرك يا ست هاني. العنوان اقولها جريده الاهرام مدام فريد عبد الحميد الدور الثالث. واوعى فين انت لسه ما يدوش يا ست هاني. تحت امرك. فوزيه اما انا عندي حته خبر ليكي هيفرحك قوي. المستخرج هيوصل النهارده يا بكره بالكتير، وبكده هنقدر نثبت بنوه البنت. يعني كل حاجه هيبقى امرها سهل. أنا كل اللي بتمناه دلوقتي إن بيتي ترجع لي، ومش عايزة جوزي، ومش عايزة منه فلوس، ومش عايزة حاجة خالص. عايزة أحضنها وأحطها في صدري. وحشتني، وحشتني قوي. معلش يا حبيبتي، إن شاء الله بكرة هترجع لي، وهبقى أشوف لك شغلانة كويسة تعيشوا منها أنتوا الاتنين. فوزية أنا عارفة أنت تعبتي واتظلمتي قد إيه في حياتك، عشان كده أنا عمري ما هسيبك أبدا. نبلة سمحت. لو تكرمت الست فريدة عبد الحميد. الأوضة في وشك. شكرا شكرا شكرا. أهلا أهلا. جبت المستخرج؟ أنا يا ست هانم دوخت السبع دوخات. المهم إنك طلعت. هتطلعه ازاي يا ست هانم؟ ده احنا دورنا في كل الدفاتر مش موجود. لا مؤاخذه يا ست هانم، سيادتك متاكده من الاسم وتاريخ الميلاد؟ ايوه متاكده. ازاي مش موجود؟ انتوا اللي ما دورتوش كويس. لا 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 يا ست هانم، ده الموظفين قلبوا الدنيا، مفيش اي اثر لزينب ابراهيم العوضي. معقوله البنت تكون موجوده وملهاش شهاده ميلاد؟ ما تستغربيش يا ست هانم، ده بتحصل كتير في الارياف. لا مؤاخذه يا ست هانم، الاهالي عندنا ما يكتبوش البنات في دفتر المواليد عشان يجوزوهم صغيرين وحكيم الصحه يسددهم. لكن امها اكدت لي ان ليها شهاده ميلاد. أنا عملت اللي عليا يا ست هانم، صرفت كل الفلوس للشاتك التاني على الموظفين وربنا يشهد. لكن نعمل إيه؟ كان نفسنا نخدم. سلام عليكم ست الكل. سلام عليكم. برافو عليك يا أبو الزغاليل. أبو الزغاليل مين؟ ده كل ده من تفانين العبد لله. بس أنا طبخت لها الطبيخ اللي هو وأكلته. تشكر يا سي زغلول، ربنا ما يحرمناش من طبيخك. خد يا عم كمان عشان تنبسط. كمان؟ تشكر يا زو. أي عمر تانية؟ طب على إذنكم بس ألحق القطر. طب بقول لك إيه؟ أنا عايزك تفتح عينك كويس أوي، أحسن حد يجي يحاول ياخد ورقة ولا حاجة تديني خبر على طول. اطمن يا زو اطمن. السلام عليكم. مع السلامة، ربنا ينور لك طريقك. شفت يا سولانين؟ لولا كده كنا هنروح في أبو نكلي. تصلك ابن حلال وعلى نياتك. عشان كده ربنا بيوقف لك ولاد الحلال اللي زي. خير يا حماتي؟ ألف مبروك يا إبراهيم، مراتك حامل. والنبي من إمتى؟ حامل في شهرين. حقيقي الكلام ده يا حسنية؟ يا ألف نهار أبيض.
شايفها حماتي احنا جدعان ازاي؟ نفسي في المشمش يا ابراهيم. البنت يا حبتين بتتوحم على المشمش يا ابراهيم. ايوه بس مشمش ايه؟ ده مش اوانه، ده المشمش ده بيطلع في المشمش. انت حر بقى، الوحمة هتطلع في جسم الواد. لا لا، وعلى ايه ده؟ انا هقلب الدنيا، هقلب السوق كله. احنا لينا بركه غير حسنيه وولي العهد. دي اوحمة. شايفه يا حبيبتي جوزك هيطير من الفرح، والله طلع عصير. اظن مش ناويه تستمر في المهزله دي تاني. اهي البنت ملهاش شهاده ميلاد، يعني الاوراق الرسميه بتقول مفيش بنت بالاسم ده. بس انا متاكده بقى ان البنت دي بنت فوزيه، بدليل ان الست دي مش عايزه اي حاجه في الدنيا غير بنتها. بصراحه بقى انت بتضيعي وقتك، الست دي لو كان لها اهل ما كانوش يهتموا بيها زي كده. برافو عليك يا جميله، اكيد فوزيه ليها اهل او جيران، عشان كده هنشر صوره البنت في كل الجرايد. يمكن حد من اهلها يتعرف عليها وساعتها الحقيقه هتبان. السلام عليكم. ألف السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذ. بالحضن يا إبراهيم. ألف مبروك يا إبراهيم. أهو كده ريحت قال. هي حماتي قالت لك؟ أيوة. مبروك عليك. أهلا يا أستاذ جابر. طب مش كنت تسيب خبر علشان نقوم بالواجب يعني؟ يا سيدي ما حماك قام بالواجب. بالحق. مبروك. الله يبارك فيك. طب تعالى معايا، أنا عايزك. عن اذنك يا اسطى. على فين يا ابراهيم؟ لا ده انا هوصل مشوار مع روسه جابر بعربيته. اصل حسنية بتتوحم على مشمش. سلام عليكم. طبعا يا عم طبعا. والله وهتبقى جد يا سعداوي. فوزية فين يا ابراهيم؟ قبل ما مخك يوديك بعيد وتظلمني اسمع الاول الحكاية. هي في حكاية؟ ايه اللي حصل يا ابراهيم؟ اتكلم. اللي حصل يا عم جابر إن فوزية جت من البلد وعاشت معايا معززة مكرمة، بس البت زينب كانت صحتها متأخرة، أني دخت بيها على الحكمة، لكن إرادة ربنا كانت فوق كل شيء، وأنت عارف فوزية كانت متعلقة بيها قد إيه، ما استحملتش الصدمة وجالها هلوسة وجالها لطف وبقت تخرف. أنا لفيت بيها على أكبر الحكمة في البلد، بس كلهم قالوا إنها لازم تدخل المستشفى. مستشفى إيه؟ الخنق. بعديها لقيت نفسي وحداني ولوست، فاتجوزت بنت لوسطة بتاعي. بس حلف لك بيه يا عم جابر أني ما قصرتش معاها، ولغاية دلوقتي كل أسبوع بروح أزورها وأطمن عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنعمل إيه بس؟ إرادة ربنا كده. وأهل مراتك عرفوا بالخبر؟ لا لا لا، ما حدش منهم يعرف حاجة. ما أنا خفت أقول لهم إنني كنت متجوز وإن مراتي اتجننت. أنت عارف الناس وكلامهم. أنت جبت سيرة الحماية؟ اطمن. أنا لما فهمت من حماك إنك اتجوزت قلت استنى بقى لما أعرف الحكاية منك أنت الأول. عين العقل ما عملت يا عم جابر. ما هي الدنيا كده؟ كل يوم بحال. والبني آدم مفيش في يده حاجة. ربنا يصبرك على ما بلاك يا ابني ويشفيك يا فوزية. فريدة عبد الحميد جريدة الأهرام. اهلا 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 مدام فريده. اهلا اهلا. ما تتصوريش انا سعيده جدا بالزياره دي. ريلي اي ام فيري هابي. دار الرعايه عندنا هنا هتلاقيها مختلفه عن اي دار تانيه، كومبليتلي مختلفه. بليز سيت داون. انا ماشيه على النظام المتبع في دور الرعايه بالخارج. اصل انا عملت بعثه في انجلترا، قعدت سنتين شفت حاجات تجنن، تخبي الوندر فول. شفت الومبي هناك؟ لا اكلت فيه. لا الهامبرجر بالكاتشب يجنن. It's delicious. I like it. بصراحة هناك فرق. لو سمحتي بس عشان ضيق الوقت ممكن اخد صورة للبنت؟ طبعا يا فندم، حضرتك هتاخدي صورة كاملة عن كل اوجه النشاط عندنا هنا. ايوه يا سعدية. بليز عايزاكم تنضفوا عنبر الاطفال وتمسحوا تكنسوا الارضية وتغيروا ملايات السراير. طمني بليز. والاطفال بقى حموهم ولبسوهم بامبرز وشعرهم السعدية، شعرهم بالأقرب عشان السبان. حضرتك مصرة ما تشربيش حاجة؟ ميرسي قوي. يا ريت بقى نقوم نصور البنت. حضرتك عارفاها طبعا. اللي عارفاها
ده اي طفل هنا ببقى عارفه حكايته ايه وسنه كام والطاهر امتى. انا ام هنا لكل الموجودين مؤسسه حنان. تصوري حتى الموظفين اللي هنا اي مشكله بتصادفهم بيشركوني فيها. ولذلك تقدري تعتبر المكان هنا اسره واحده. فاميلي سايز. ليت اس جو. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اوتسايد اوتسايد. ايه ده كميلة؟ انا كميلة. هلو ماي سويت بيبي دي مزرب. اتفضلي يا فندم. شايفه النظام؟ شايفه الترتيب يا اختي كميلة؟ وبحط لها متر جاز. حاضر عادية. ايه ده؟ صوري يا فندم صوري. النظام ده نقلاه بالحرف الواحد من البريتش ايروين. بريتش ايروين؟ يس اوف كورس. البنت فين يا اختي؟ البنت فين اللي خطفتها الولية المجنونة؟ موجودة فين؟ فين هي؟ الرشور؟ كميلة شايفة يا فندم. بامبر. ده ولد. اوه شوف ولد. ولد فين البنت؟ شطب شطب. البنت انت متاكده ان دي البنت؟ ايوه كده طبعا. طيب يعني اصور على مسؤوليتك. طب وريني وشها. ايوه يا ستي وشها الله يخليكي. حابه كده اهي البنت كده يا ستي البنت. عملها الندل ابن الندل. طيب يا ابراهيم وافرض حد من المعارف ولا الجيران شاف الصوره دي وعرف البت، مش يمكن يروح للولايه فريده ويقول لها الحقيقه؟ تعرف ان الصوره دي بقى حلت المشكله من اولها لاخرها؟ قول لي الاول البت دي تهمك قوي؟ قصدك ايه؟ قصدي لازم نخلص منها وبكده نكون خلصنا من جسم الجريمه. نقتلها يعني؟ لا ابو العينين. لا لا اقتلها ده ايه؟ ملوك عليها سفاح ولا ايه؟ ده انا بني ادم يا اخي، ما اقدرش اشوف فرخه بتتذبح قدامي. قلب الريح. انا قصدي نشوف لها تصريفه. ايوه بس تصريفه ايه؟ اقول لك بس نتفق على اتعاب الاول. يا سيدي انا تحت امرك. العمليه دي تكلفك ثلاث اساتك. جراي يا ابو العينين. جراي ايه؟ انت فاكرني مين؟ جوز بنت الاسطى السعداوي اللي يحتكم على اكبر ورشه وثلاث بيوت ملك. ولا انت عايز يا حبيبي تتسك ثلاث سنين سجن؟ ثلاث سنين سجن؟ طبعا. ما لو انكشفت يا حلو هيوجهولك تهم التضليل العدالة. انا بقى عايز ارحمك هدفعك عن كل سنة 1000 جنيه بس. ولا يعني مش باش للبنت الصحفية اللي كنت هتعكمها استكين؟ ها قلت ايه يا اسطى؟ امخمخ ولا رايح الطاسة؟ مفيش فايدة. مخمخ ابو العينين وانا تحت امرك. كتبت اللي اتقال؟ ايوه يا فندم. ها انتوا متاكدين ان صوره البنت المنشوره في جريده الاخبار بتاريخ 19/6/86 هي بنتكم؟ ايوه سعاده البيت. الله. وايه اللي كان مسكتكم لحد دلوقتي؟ ليه ما بلغتوش من ساعتها؟ احنا بلغنا سعاده البيت اسم السيده زينب وعملنا محضر. وادي سعادتك صوره المحضر. اتفضل يا بيه. يا ساعه البنت ما اتخطفت كانت معاك انت؟ ولا كانت مع امها؟ كانت معايا انا يا بيه. واتخطفت منك ازاي؟ كنت راكبه بيها اسم الله على مقام حضرتك الاتوبيس. اه من امتى الكلام ده؟ من يجي شهرين كده وثلاث ايام. من تاريخ اليوم اللي عملنا فيه المحضر يا بيه. وعرفت مين اللي خطفها؟ واحده ست كانت قاعده في الاتوبيس وانا كنت واقفه ولافحه البنت على صدري. ما انت عارف الاتوبيسات بتبقى مدروسه ازاي. اه وبعدين؟ صعبت عليها يا بيه. صعبت على مين؟ على الست اللي كانت واخده البنت مني ومنيمها على رجليها وقلت لها كتر خيرك. وكان كل الاتوبيس ما يتزحم اكتر الناس اللي واقفين يزقوا فيا اكتر لحد ما بقيت انا في ناحيه والبيت والوليه في ناحيه تاني. جت محطه سيد الخضير جيت انزل بصيت على الوليه والبنت ما لقيتهاش. صوتت الناس قالوا لي دي نزلت في محطه السيده وافتكروا ان البنت اللي معاها تبقى بنتها. ساعتها مخي طار من دماغي يا بيه. عندكم شهادة ميلاد للبنت؟ أيوة سعادة البيه. أنا كنت ناوي أثبت اسمها في البطاقة عشان ولا مؤاخذة بطاقة التموين. اكتب. وقد أحضر والد الطفلة شهادة الميلاد الخاصة بها. قولي لي يا فتحية تقدري توصفيه شكل الست اللي خطفت بنتك؟ أيوة يا بيه. هي كانت بيضة وحلوة وشعرها أصفر وحاطة طرحة سودة على راسها.
إلهي ما توعد إم راسها أبدا. اكتب. وقررت النيابة إحالة الأب والأم إلى قاضي الأمور الجزئية لإصدار الحكم باستلام الطفلة وألصاق التهمة الجنائية بالمتهمة فوزية محمد المغاوري. أنت متأكد إن البنت دي بنت فوزية وإبراهيم؟ إلا متأكد استهاني. ده نيابة دلعتها وشلتها بإيديا دول. الله يلعن أبوها بقى مطرح ما هو قاعد. ضحك عليا وقال لي إنها ماتت. تعرف يا عم جابر؟ أنت بقيت شاهد مهم أوي. وأنت في إيدك لوحدك تنقذ فوزية من اللي هي فيه. إيدي على إيدك يا استهاني. والله البنت ما تستاهل كل اللي بيجرالها ده. دي فوزية دي طول عمرها عقلها يوزن بلد. وأخلاقها أشرف من الشرف نفسه. تقول إيه بقى لطمع البني آدم؟ اللي يخليه يضحي بمراته وبنته الصغيرة اللي ملهاش ذنب. ألف بعد الشر يا بنتي، ألف بعد الشر. شفت اللي جرالي يا عم جابر؟ شفت اللي جرالي من تحت راس اللي ما يتسماش؟ اثبتي كده يا فوزية، لكن ربنا على الظالم هيروح منه فين؟ شدة وزالت. اطمني يا فوزية، كلمة واحدة من عم جابر هيخرجك على طول. أهم شاهد في القضية. والنبي يا عم جابر هطلع من هنا وهشوف البنت تاني. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. أنا دلوقتي هروح أقابل مدير المستشفى أقول له إنك أنت بقيتي زي الفل ولازم تخرجي النهاردة. معاكي حق يا مدام فريدة. كل تقارير الدكاترة اللي قدامي بتؤكد ان فوزية دلوقتي اصبحت بتتصرف كأي انسان طبيعي. يعني مش مجنونة زي ما جوزها اتهمها. الظروف السيئة اللي مرت بيها كانت شديدة على جهازها العصبي، وده بيؤدي احيانا الى نوع من انواع الجنون العارض بيزول بزوال السبب. وانا شايف دلوقتي ان مفيش لازمة لوجودها هنا. يا ريت حضرتك تكتب لها على خروج ونستلمها النهاردة. للأسف فوزية لازم ترجع الجهة اللي احنا استلمناها منها. مش فاهمة حاجة. يعني انا هكتب تقريري وابعته للنيابة، وهناك وكيل النيابة هو اللي هيقرر الافراج عنها او التحفظ عليها. معلمة ألمص موجودة؟ أيوة تعالوا. اهلا سي حامد، عاش من شافك. وديني جيت لك يا معلمه. خش في المفيد يا عينيا. معايا بنت عندها سنه ومعذور في قرشي. اشوفها. وريها المعلمه فتحيه. اهي يا اختي. سليمه ولا مضروبه؟ دي بنتي يا معلمه، ودي امها اللي واقفه قدامك لولا بس الحوجه وحياتك. اسف الكلام، عايش فيها كام؟ 5 جنيه في اليوم. ليه؟ هو انا هجر لجاموسة؟ حرام عليك يا معلمه، وفي حد لا عيال يشحت بيها اليومين دول؟ خلاص يا اخويا، تعال انت شيلك على كتفي واحط لك بزازه ببقك واشحت بيك. يلا خلصونا، انا مش فاضيه لكم. 2 جنيه كويس؟ سق المبلغ شويه يا معلمه. خلاص هما 3 جنيه ورزقي ورزقها على الله. تقرير الطبيب بيقول انك عالة ومخك سليم، يعني كنت بتمثلي علينا الجنان. اكتب. بناء على ما ورد من تقرير الطبيب بشأن سلامة قواها العقلية
نأمر بحبس المتهمة 4 أيام وذلك على ذمة التحقيق. لو سمحت يا فندم، هي مش خلاص بقت عاقلة؟ أيوة. طب إيه الداعي إنها تتحبس تاني؟ لأن التهمة الجنائية بخطف البنت لسه موجودة. البنت دي بنتها، أنا عندي ليش حد كده، واحد من جيرانها. يا مدام فريدة، والد الطفلة ووالدتها كانوا هنا أول امبارح وأثبتوا إن الطفلة بنتهم واستلموها من الملجأ. إزاي الكلام ده؟ مش ممكن، أكيد في حاجة غلط، في حاجة غلط. خد الولية دي وديها الحبس. عيب الناس اللي عاملين مثقفين انهم مش فاهمين القانون. نروح القسم. ولا سميته ايه التاكسي؟ ما انا معايا عربية اوصلكوا بيها. يبقى كتر خيرك. ثانية واحدة. خش يا يا وليه مجنون. انت عايز اجيب لي مصيبه؟ انا لا عمري اتجوزتك ولا خلفت منك. طارد المتهم على النيابه صباح باكر ومعها شهود. يا سعاده البهمه، هو ده اكبر دليل على جنانها. بتقول ان انا جوزها، وبعدين كل الناس في البلد عارفين انها مجنونه. كفايه انها خطفه عيله وبتقول عليها بنتين. تعرض المتهمه والاوراق على السيد قاضي المعارضات لاستصدار امر بادعاء احدى مصحات الامراض العقليه لبيان مدى سلامة قواها العقلية. أنا لا عمري اتجوزتها ولا لمستها عشان أخلف منها. والد الطفلة ووالدتها كانوا هنا أول امبارح وأثبتوا إن الطفلة بنتهم واستلموها من الملجأ. يا بيه بنتي دي ما اتحشتش من امبارح. لله يا هاني، شحطيني حاجه لله عشان البنت دي تعيش. We'll be right back.
خد دول. حاضر. اوصل المخرطه، مش عايز اشوف خلقتك تاني لو الشغل كله معاك. يلا. حاضر. Fuck!